ان الاطفال يعني يمارسوا المواهب اللي زي دي في يوم زي اللي احنا فيه في شم النسيم؟ طبعا احنا عندنا كل سنه وكلكم طيبين، ربنا يعود علينا دايما وعلى مصر الايام بخير. بالنسبه للاطفال طبعا بيحتفلوا ويحبوا يعني ينشروا البهجه في فكره الاحتفال بالانشطه بشكل مختلف، سواء بقى بره البيت او جوه البيت. احنا ازاي ممكن نخلي ولادنا يبقوا مبسوطين، سواء بقى اللي لسه بيمتحنوا، احنا عندنا لسه ولادنا كبار لسه بيمتحنوا، واولادنا الصغيرين اللي خلصوا امتحانات. ولادنا الصغيرين اللي خلصوا امتحانات يعني المتسع مفتوح قدامهم، يخرجوا بقى في الجناين وفي الاماكن المفتوحه. نتكلم مع الولاد قبل ما نروح مكان مفتوح ان هم ازاي يركزوا على درجات الالوان بتاعه الورود، درجات الاشجار واشكال الشجر، وازاي ممكن ان احنا نستخدم من الطبيعه اللي حوالينا ونعمل نشاط فني. يعني في حاجه كده ممكن نعملها مع الولاد لو احنا بره البيت واحنا قاعدين في جنينه، ان احنا بنجمع اوراق الاشجار، بنديهم تايم معين ونقول لهم جمعوا لي اوراق اشجار بشكل مختلف، ويبقى معايا ورق ابيض وبيكونوا بشكل غير محدود اشكال لا نهائيه من الورق الشجر ده، يلزقوه على يعني تعمل شكل معين باستخدام ورق الشجر بالظبط كده، ده على ورق ابيض زي على ورق ابيض، ده اسمه الرسم باوراق الشجر. بتاخد الاوراق الشجر دي وبيعملوا رسومات لا نهائيه بقى، يعني في حد بيتخيل ارنب، في حد بيتخيل بنوته وده فستانها، في حد بيقعدوا بقى يتخيلوا. هنا اولا انا منعتهم عن فكره القعاد على الموبايل، فمنعتهم عن فكره ان احنا زهقانين ومتضايقين وطفشانين، فبنبدا نشوف ايه اللي موجود في الطبيعه ونطوعه لينا. ثالثا ان انا بنمي عندهم الكرياتيفيتي، فكره ان انا اخلي الطفل يبقى مركز على حاجه معينه خلال الخروجه، ده بتخليه يحس ان هو انجز شيء في خلال الخروجه. بالظبط، روح الابداع نفسه، خاصه مثال زي اللي حضرتك قلتيه، هو هنا بيعمل الابداع والطاقه بتاعته من الطبيعه اللي هو موجود فيها اصلا في الخروج والاماكن المتنزهات. كمان عندي ان انا ممكن ازاي استخدم الموبايل بطريقه مختلفه، اقفل الداتا مثلا والالعاب بتاعته واقول له انت هتركز على الكاميرا بس. هتلقط لي في الكاميرا دي النهاردة شكل الشمس، شكل الحيوانات اللي موجودة في الحديقة، ايه أكتر حاجة هتلفت انتباهك النهاردة موجودة باللون الأحمر. فيبدأ ان انا هنا عملت كمان تعزيز إيجابي، ان انا اديته الموبايل، كافئته هو، اديته الموبايل اللي هو بيحبه، وكمان خليته يركز على حاجة معينة انا محتاجة منه ان هو يركز عليها عشان ويتعلم، عشان ما يحسش ان انا حرمته من حاجة برضه. بالظبط، نفسيته برضه جانب أيوة. نفسي يعني بطوع الحاجة اللي الطفل بيحبها وبدخل من مدخل بتاعه، بس بعمل حاجة انا اللي ببقى عايزاها في الاخر، هدف خاص بيا انا مع الطفل، وبزود عنده كمان فكرة الانتباه والتركيز. تمام. لارينو هنا، انتوا بتستخدموا ده صلصال؟ ده صلصال يا لارين اللي انت بتعمليه؟ معلش الصنعه هنا مش جايبه. قول له قولي له الصلصال ده ينشف في الهواء، وايه ده فكرته غير الصلصال الطبيعي يعني؟ هو احنا لما نخلص هنسيبه لحد ما ينشف وبعدين يعني نوريه لحضرتك. تمام، انا منتظر اشوف يعني بوادر جميله جدا. على ذكر الصلصال يا دكتور، حضرتك قلتي ان دكتور الصلصال بيبقى ليه انواع، ازاي اختار نوع من الصلصال ما يضرش البنات وهما بيستخدموه؟ طيب احنا عندنا نوعين من الصلصال، في الصلصال العادي اللي انا بعمل بيه اشكال وهو بيرجع تاني لطبيعته، وفي عندي النوع اللي هو زي الصلصال ده اللي هو الصلصال الفوم، بعد ما بيتشكل ويتصفى الهواء بينشف. مهم جدا وانا ببقى بدي للطفل، الاطفال الصغيرين الاصغر سنا بيبقى مناسب معاهم اكتر الصلصال المنزلي، ودي بقى من سن كام لسن كام؟ من سن تقريبا 3 سنين لحد سن 6 سنين ده يقدر يستخدم الصلصال المنزلي. الصلصال المنزلي الام تقدر تعمله في البيت عن طريق الدقيق والملح وتعمل عجينه وتحط عليها الالوان طبيعيه، الالوان الطبيعيه بقى اللي زي ما احنا ايام زمان كنا بنلون بيهم البيض. فكره الكركديه يديني درجه معينه، فكره الكركم يديني درجه معينه، الحاجات اللي موجوده البن تعملي درجه لون. فانا هنا ممكن اعمل عجينه منزليه مده صلاحيتها في الثلاجه عندي تقعد 3 4 ايام، طفلي يخرج فيها الابداع بتاعه، بعد كده باخدها وهنا بقى اتجنب من اي مشكله حاجات كيميائيه تكون تاثر كده على بشرتهم. هل في طريقه معينه سريعه بس نعرفها، ولا ممكن بقى الستات يدخلوا على الستات؟ لا، هي زي ما بقول لحضرتك، هي فكره انه دلوقتي طالع النوعين بقى، الصلصال اللي هو المنزلي ده بيبقى دقيق وملح وخل وبيتعجن كده بالميه، لمجرد ما يمسك خلاص هو كده ايه، خلاص بقت عجينه في ايد الطفل. احط ليه خل وملح علشان تقدر تقعد معايا وقت اطول ما تبصش، لان ده في الاخر دقيق. طب النوع ده، النوع دوت ده النوع الفوم، ده نوع جديد طالع ممكن اي حد يستخدمه. الفكره فيه بس ان هو لما بينشف بيفضل ثابت على الشكل بتاعه،
يعني هو الاستخدام مرة واحدة، استخدام مرة واحدة بس طبعا هيبقى المجسد اللي أنا عملته هو مجسد محتفظين محتفظ بيه. دلوقتي بيجيبوا مرايات وبيعملوا حواليها الورود. أنا طبعا بس الوقت كان مش مسعفنا، وممكن كمان زي ما قلت حضرتك يجيبوا رسومات، الرسومات مش بس للتلوين العادي، لا احنا نخلي الرسمة 3D عن طريق استئصال الفوم. طبعا لان الاستئصال فوم زي ما هنشوف دلوقتي اهو. حضرتك هتشوف ان شاء الله. تمام. طب ايه الاصفر ده عشان بس حضرتك توضح لنا الحاجه. مفيش مشكله. احنا ده زي ما احنا عارفين، احنا دايما في شم النسيم كنا نحب نسلق البيض ونلون البيض ونعمل الحاجات بتاعتنا دي في البيت. طب لو انا بره البيت ومش هجيب مثلا او مش متاح عندي اعمل ده، او البيضه خايفه تتكسر من الولد يوسخ الدنيا، الكلام ده كله دلوقتي بقوا بيعملوا بيض بلاستيك بأشكال مختلفة، وبرضو الطفل يقدر يعمل كل الإبداعات عليه. نقدر نحط عيون متحركة، نقدر نحط بالصلصال عيون، نقدر نلبسه توكة، يعني أشكال بقى متنوعة في فكرة إن إحنا إزاي بنربط البيض. يعني هو يطلع برضو الإبداع بتاعه بس عليه من بره بشكل مختلف. بالضبط كده. كمان عندنا في حاجة كده حسية قوي عند الأطفال بالذات، ليه بتكلم على موضوع الصلصال؟ لأن فكرة التكامل الحسي عند الطفل بيبقى دايما فكرة زي الاسترس. يعني احنا دلوقتي لما كبرنا يقولك امسك كرة الاسترس لما تبقى حاسس بضغط وتقيه تضغط عليها. هو بقى يمسك الصلصال، هو هيمسك الصلصال. بالظبط كده، هيخرج استرس، هيبدأ يبقى عنده تركيز اقوى. ثانيا هيبقى عنده حس فني لاختيار الالوان اللي ممكن يخلطها على بعض او يظهرها معاه من خلال الرسمه بتاعتنا. حضرتك قلتي في كلامنا عن موضوع الموبايل، وان علشان ما يكونش فيه حرمان ممكن يستخدمه ولكن بضوابط معينه، على الاقل ان انا اقفل النت او غيره. هل في باعتبار ان مش هقدر ان انا امنع فكره الالعاب؟ اكيد. خلينا عمليين، هل في العاب وحضرتك يعني كاستشاري تربوي ممكن ان انا استفيد بيها واستغلها الطفل انمي عنده مهاره برضو، لان مش هقدر امنعه؟ اكيد. في العاب بتبقى على الموبايل مثلا هي بتبقى جزء من اللعبه، زي السبينر. السبينر دي حاجه بتلف كده على الموبايل وبيبقى فيه سهم، ومثلا بيبقى مجموعه من الاطفال ويبداوا يدوسوا على السبينر، فالسهم بيجي على اتجاه معين من الايه؟ من الولاد اللي موجودين، بيطلب منه السبينر دوت الكارت. بيكون انا بطلب منه اوردر معين او بطلب منه رقم معين. تمام. طيب بعد ما بيطلب الرقم ده فببدا اقول له الرقم بيطلب منك انك تنط 10 نطات، هتعملهم ولا يتعمل عليك حكم؟ تمام. فانا هنا استخدمت الموبايل، هو معانا الموبايل اهو، مش شايلين الموبايل خالص. انا مش منعاك، لا خالص، برضو معاك الموبايل، معانا الموبايل، ولكن انا زي ما قلت حضرتك كده بوظف للي انا عايزاه. هو طفل حركي مش هيقدر يقعد وقت طويل، حتى لو انا مدرسه جوه الفصل وعايزه اعمل لعبه لطيفه من وقت للتاني ممكن اعمل اللعبه دي. عايزه اميز المتفوقين والمتميزين واخليهم يحسوا ان انا بشجعهم ممكن استخدم الموبايل، اقول له عندك، اجيب مثلا صفحه متقسمه الوان وابدا ادي كل طفل منهم لون واقول له اللون ده انت بتشوفه فين في حياتك. اشكال، كل دي حاجات على الموبايل، هو بيختار من ضمن الرسومات عندي او من ضمن الالوان اي حاجه هو محتاج. ان هو يعني الفكره هنا احنا اللي بنخلق الالعاب زي ما قلت لك، زي احنا موافقه للهدف اللي انا عايزه ابني. يعني انا اوظفها. أيوة، انا اقدر ان انا اوظفها وهي موجوده. طب بعض الالعاب بيكون موجوده بتنمي الذاكره وبتخلي عنده القدره ان هو مثلا للتركيز، يعني يقدر ان هو مثلا يبقى فاكر اللون هنا كان اللون كان هنا ارقام. بالزبط. انا ساعات بعملها. ايوه. تنفع الاطفال ازاي تستغلها؟ لو انا عايزه استغل الموبايل في اللقطه دي انا ممكن انزل الصوره اللي هي بتبقى ما بين صورتين وفي ايه الاختلافات اللي ما بينهم. تمام. دي ممكن ان احنا نعملها. لعبه تانية هي فكره اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي صوره الذاكره، هي دي ممكن تبقى بوري الطفل مجموعة من الصور على قدر سنه، كل ما كان سنه صغير بوري له صور أقل، كل ما كان سنه أكبر بزود عدد الصور. مثلا بوري له براد وكوباية وعصفورة وابدأ أقول له قدامك ثانيتين وهتقول لي إيه اللي كان في الرسمة. تمام. وبزود عدد الصور اللي موجودة عندي وأشوف الذاكرة بتاعته بتحتفظ بالمعلومة مدة قد إيه. ده مش بس بيخليني احفز لي ان هو ينمي عنده الذاكره، ولكن بيزود مده الانتباه والتركيز، وده اللي احنا بنشتكي منه من ولادنا. لما بقول ابني بيتشتت بسرعه، ابني ما بقاش قادر يقعد على يعمل واجب او يعمل اي حاجه مطلوبه منه بشكل كبير، بيقوم بسرعه بيتحرك كتير، الحاجات دي مع الوقت بتزود مده الانتباه والتركيز.
حضرتك تكلمينا اكتر عن الورش اللي حضرتك بتنظميها وبتعمليها علشان الاطفال برضو في غير شم النسيم يحسوا برضو بالطاقه ويفرغوا الطاقه اللي موجوده عندهم في حاجات كتير زي اللي احنا شايفينها، وزي ما حضرتك قلت يعني مش كل الحاجات، احنا حاولنا ان احنا نستعرض بعضها بس عشان شم النسيم. بسيطة. انا بحب دايما اوجه رسالتي للام، انا بعمل ورشه بس انت كمان تقدري تعملي ورشه عندك في البيت. انا بنمي مهاره وبعمل نشاط، انت كمان تقدري تعملي نشاط وتعملي حاجه عندك في البيت. الورش اللي انا عملتها، انا كنت بادئه بحاجه اسمها ورش السبع صنايع، عملت كده سبع حاجات، ولكن هو ما شاء الله لا قوه الا بالله زادوا جدا ما بقوش سبعه. ممتاز. هدفي فيهم ان الطفل يجي يعمل نشاط وفي نفس الوقت ياخد فاليو او ياخد قيمه، مش بس مجرد يجي يلون او يرسم، وهي دي فكره الورشه، هو ده اللي خلاني اطلقت عليها اسم ورشه، هو مش بس بيسمع او بيتلقى، لا هو عنده كمان قيمه في نهايه الموضوع بتاعنا. اتقسمت المهارات بتاعتي، انا عندي الطفل، في طفل حركي، في طفل عنده ذكاء لغوي، في طفل عنده ذكاء بشكل طبيعي، كل انواع الذكاءات، سبع انواع من الذكاءات قسمت عليهم الورش. فبدانا نعمل قوالب الصلصال بنفسنا، جبنا الصلصال اللي هو الباودر والميه والقوالب، وبقى كل واحد بيختار وممكن نضيف ايه على الصلصال دوت، على الجبس دوت عشان نطلع اشكال، وازاي توظف دي انها تبقى هديه لحد بتحبه. فبدانا نربط ده عملنا ورش الشمع كمان، دي كانت بنحب نحط فيها درجة لون مختلفة من الألوان الشمع اللي بتبقى بس موجودة، بس طبعا اللي يكون مناسبة لمرحلة عمرية معينة. بالظبط كده. بالظبط. احنا كل الورش بتاعتنا بتبقى مناسبة للفئة العمرية. كل ما كانت الفئة العمرية أصغر طبعا بنحرص على السلامة والأمان، والولاد ما تبقاش بتحط إيديها في حاجات فيها خطر أو كده. جميل. مفيش صح ومفيش غلط في الورش بالذات. ازاي يعني؟ ما افضلش اقول للطفل لا 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 غلط، ما تعملش دي، لا 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 استنى اصبر، اسيبه اديله المساحه بتاعته واديله خطوه او خطوتين واسيبه، يعني اسيبه ياخد مساحته وهو ماشي بياخد تاني ادوات يشتغل عليها بعد ما اتعلم. مفيش صح ومفيش غلط في الابداع، يعني مش لازم تقول للطفل لون الشجر اخضر، هو شايفه لون تاني، سيبه يبدع، في الأنسب، سيبه يطلق، يعني يطلق العنان للابداع بتاعه. فدايما بحب اقول الشعار بتاعنا مفيش صح ومفيش غلط في اللعب، احنا بنلعب، احنا في الاخر عايزين نتبسط، احنا في الاخر عايزين نخلي ابني جريء في فكره ان هو يجرب حاجه جديده. في طفل تلاقيه انهار لو حاجه باظت من ايديه، مش بتحرك بتشوف ده يعني، لا في كتير، في كتير غير قابل لان هو حاجه بتفشل منه، لا انت بتجرب مره واثنين لحد ما تخلص ايه الابداع بتاعك. في ورش بقى بتميل اكتر انها تبقى بناتي، زي الاساور والاكسسوارز اللي الولاد البنات بتعملها، الحاجات اللي بتتلبس في الايد وفي الودان، وفي شويه حاجات ممكن ازاي نوظفها انها تبقى اولادي، نقول له هتعمل ميداليه، هتعمل سبحه، هتعمل تعليقه للموبايل. الفكرة بقى ان احنا ازاي نخلي الورشة ممتعة وازاي نحفز كل مراكز الطاقة عند الطفل. انا شايف لارين اللي هو الغطا البيضة اللي معاها عملته، وحاجة حلوة قوي بتاخد رأيي انا يعني كده، وبياخدوا رأي بعض وبيتشاركوا الموضوع، يعني دي حاجة جميلة، ودي من ضمن الامور اللي بتعمل كمان ميزة، تعمل التواصل، يبقى الطفل عنده قدرة على التواصل ونمي قدرة التواصل بينه وبين الأطفال، لأن بنشوف مشكلة كبيرة أحيانا الطفل بيبقى عنده حتة انعزالية بينه وبين الأطفال، ودي بتبقى الخطورة إن هو منعزل عن الأطفال أساسا اللي في نفس المرحلة العمرية الخاصة بيه. بص حضرتك، الورش الفنية اللي الواحد بيشتغل عليها مع الأطفال زي ما قلت لك هي مش بس ورشة فنية، هي جزء منها كبير قوي بناء شخصية للطفل. بناء شخصية يعني هيكتسب مهارة مش موجودة في مكان مقفول بيطلب منه حاجة محددة، بيتعلم المشاركة، بيتعلم ان هو يتقبل الاخر، ما ينتقدش حد، ما يتنمرش على حد، لو شاف حد محتاج مساعدة يساعد معاه، ده بيبقى احلى حاجة موجودة عندي في الورش بصراحة، وخصوصا لما بنخرج بره المكان المقفول.